معنى الحديث المتواتر ومن يكون رواه. الحديث المتواتر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق يستحيل تواتر روايتها على الكذب. كم الطريق؟ من قال أتى عن رسول الله من 50 طريق على الأقل، يعني مثلا عمر وعثمان وعلي وأبو هريرة وأنس وعائشة وزيد ويحيى، كثيرون جدا روى عن رسول الله، سمى متواتر، والمتواتر ثابت يقينا.